الأفضل في رأيك، ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو؟ وهل الراحل مؤخرا بيليه يقارن بالراحل مارادونا؟ وهل تسلا أعظم المخترعين مقارنة بتوماس إديسون؟ هذه أسئلة نمطية بشرية تعتمد على المقارنات بناء على معلومات متوفرة، وربما بناء على ميول شخصية. بس ليش البشر تقارن الأشخاص أو الأشياء بعضها البعض؟ جهز فنجان قهوة وشاي حسب المزاج، وخلينا نتكلم اليوم عن المقارنات. المقارنة طبيعة بشرية تكون إما عامة حيث يقارن الشخص بين شخص وآخر أو مكان وآخر أو زمان وآخر وربما بين جماد وآخر، وهنالك المقارنة الخاصة والتي يقارن فيها الشخص نفسه بالآخرين. وعموما سواء كانت المقارنة عامة أو خاصة فلها سلبيات وإيجابيات، وعلم النفس له عدة آراء في هذا المجال. خلونا نتكلم عن مقارنة الشخص نفسه بالآخرين. يوجد دراسة عن هذا الجانب راح تحصلوا رابطها في الوصف أدنى. تبين الدراسة أن المقارنة بالآخرين تؤدي إلى ضياع الاستمتاع بالحاضر، فمن يشغل نفسه بمتابعة أحوال الآخرين يضيع على نفسه فرصة الاستمتاع باللحظة الراهنة وما تهديه له، وتؤدي إلى ضرر الذات. فالانشغال بمقارنة أنفسنا بالآخرين يؤدي لتدهور الحالة المزاجية وهو ما يظهر على الوجه، وبالتالي من يقارن نفسه بالآخرين يفقد جاذبيته. جاذبية؟ بناء شخصية؟ لو حاب تعرف عن بناء الشخصية فهناك بودكاست اسمع مني وحلقات متواصلة تشرح لك هذا الجانب. خلونا نرجع للمقارنات، وهذه المرة عن المقارنات العامة. ليش نقارن بين شخصيتين على سبيل المثال؟ الإجابة بسيطة، العقل البشري يشبه الحاسوب حيث يقوم بتحليل البيانات التي يتلقاها بناء على معطيات كثيرة نفسية اجتماعية واقتصادية وربما دينية. العقل البشري أيضا يميل إلى اتخاذ قدوة ما يجعلها مقياسا لبقية أقران تلك القدوة. مثلا لو كنت ترى أن الظاهرة رونالدو أفضل مهاجم في التاريخ مثلي طبعا، فسوف تقارن كل المهاجمين به، ومهما فعلوا فلن يصلوا إلى مستوى الكمال الذي تراه أنت في عقلك. ببساطة لأن القدوة يكون في مصاف الكمال الآني لدى المقتدى به. كمال آني؟ أنت من هين تجيب هذه المصطلحات؟ كمال آني أي كمال مؤقت مرتبط بمدى اقتناعنا بالقدوة التي قمنا باتخاذها ويستمر حتى تتغير قناعتنا فيه. مثلا لو كنت معجب بالأسطورة دييغو أرماندو مارادونا، فراح تاخذ وقت للاقتناع بأن ليونيل ميسي أفضل منه في الأرقام والإنجازات. ربما ستقتنع ولكن بشكل متأخر وأسرع من شخص آخر لا يتخذ مارادونا كأفضل لاعب. المقارنات هي أحد أهم أسلحة التسويق حول العالم. العقلية النفسية للمستهلك تدفعه إلى المقارنة بين المنتجات، وهذا ما ترتكز عليه شركات التسويق في إعلاناتها. وراح تلاحظ أن الإعلان الناجح هو من يجعل كل من يراه يجد نفسه بطل قصة ذلك الإعلان. شكلها شركات الإعلان راح تزعل مني. عموماً المقارنات يمكن أن تكون إيجابية فيما يخص الواقع المعيشي والمعرفي وبناء الشخصية، وأيضا في مجالات البحث العلمي والصحة والتقنية. يعني بالعربي الفصيح، المقارنات سلاح ذو حدين علينا أن نتعامل معه بحذر. وانت تشرب قهوتك في فنجانك تذكر ان كل ما ترى في حياتك يمر عبر فلتر المقارنات، فكن على حذر. طابت اوقاتكم.